السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا رابع؟ اليوم يا مس من خلال حصص المراجعة نأخذ القواعد الإملائية اللي هو الموضوع مر معنا سابقاً، التنوين والنون الساكنة. التنوين والنون الساكنة، إحنا بنعرف التنوين صح؟ ذاكرين يا رابع اللي هي نون ساكنة، نون ساكنة زائدة تأتي في آخر الاسم. نون ساكنة اللي المقصود فيها لفظها زائدة تلحق في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. وزي ما نعرف اللي هي وتلفظ طبعا، وتلفظ نون، وتلفظ نون، وتلفظ نون. طبعا التنوين زي ما بنعرف اللي هو ايش؟ تنوين فتح اللي هي هذا شكله، وتنوين ضم، وتنوين كسر. تلفظ لي أن أون إن، وتأتي في آخر الاسم، وتأتي في آخر الاسم. هيك تمام؟ تمام؟ طيب ركز معي يا رابع. أول إشي بدنا نعرفه اللي هي كتاب، هاي أول معلومة زي ما حكيت لكم، تأتي في آخر الاسم وتلفظ إيش؟ نون، وتلفظ نون وهي تكون زائدة. يعني هون بدنا نعرف ايش الفرق بين التنوين والنون، انه التنوين نون ساكنة زائدة، اما النون الساكنة هي حرف اصلي. تمام؟ طيب هلا انا حكيت لك اول اشي بدنا نكتب كلمة بالنسبة لتنوين الفتح. خلينا نشوف كلمة سمك، بدي اكتبها، بدي اضيف لها تنوين الفتح. كان نضيف ايش؟ الف، نضيف الف، نعرف اللي هي قاعدة التنوين الفتح، عند اضافة التنوين الفتح على الاسماء نضيف الف باستثناء بعض الحالات اللي هي زي ما التاء المربوطة. هلا بنشوف. طيب هاي ضفنا الف بالحرف المتصل هو الكاف. عندي كلمة ورد، تمام، بدي اضيف لها تنوين الفتح ورد. ها شفت كيف ضفت الألف؟ هون ضفت الألف. مدرسة، مدرة، هاي مدرسة ضيف لها تنوين فتح، مدرة سا تن، مدرة ستن. تمام، نضيف الألف على تنوين الفتح اللي باستثناء هون التاء المربوطة مثل ورد، وردة تن، باستثناء التاء المربوطة المتصلة أو المنفصلة اللي هي ما منضيف ألف على تنوين الفتح. طيب سمكا، وردا، مدرسة، وردة. تنوين الضم سمكن، ما منضيف اللي هي ألف، وردن، مدرسة. تنوين الكسر سماكن، وردن، مدرستن، مدرستن. تمام، هاي بالنسبة للتنوين. برجع بعيد لكم، هي نون تلفظ نون وتكون حركة زائدة، تكون زائدة في آخر الكلمة ونلفظها إيش؟ نون. تنوين الفتح، عند إضافة تنوين الفتح على الكلمات نضيف الألف باستثناء التاء المربوطة سواء المتصلة أو المنفصلة. تنوين الضم لفظها أون والكسر إن، سمكين، وردن، مدرسة. تمام؟ طيب نيجي على النون الساكنة. هلأ أنا يا رابع أملأتك الكلمة، قمت هو بإملائك، حكيت لك أكتب لصاً، لصاً، طيب لصاً.
طيب أنا هون بدي أشوف تنوين فتح، تنوين فتح هك لصن معناته إيش؟ معناته إيش اللي هنا طلعت معي نون لصن. طيب أنا هون أقوم بالتسكينها بالتوقيف بوقفها، بدي أشوف هي نون ولا تنوين فتح. أنا بدي أشوف حركة زائدة ولا نون أصلية. لصن بقوم بتسكينها لس، معناته هي إيش؟ حركة زائدة، طوالي أضع الألف وهي تنوين الفتح. لصن لصن نفس الإشي، لص هون بحكي تنوين ضم ولا نون لصن؟ لا تنوين ضم، لأنه لما سكنتها ما ظهرت عندي نون. طيب رمضان رمضان، يلا ر م ض آ نون. طيب أنا هون طلع معي تنوين الضم رمضان. طب خليني أقوم بتسكينها، بدي أشوف هي نون ولا تنوين الضم. رمضان رمضان معناته هي نون أصلية، وضعنا عليها تنوين الضم، هي نون أصلية. طبعا بدك تنتبه النون الساكنة حرف أصلي، ويكون في وسط الكلمة وفي أولها وفي آخرها، أما التنوين يكون في آخر الأسماء. شعبان شعبان شعبان. خلينا سكنها شعبان، معناته هي نون أصلية وضعنا عليها تنوين الكسر. إذا للتمييز بين النون والتنوين عشان نملأ صحيح لازم نقوم بالتسكين الحرف الآخر. فإذا لفظ معي نون فهو حرف أصلي، نضع حرف النون. أما ما ظهر معي حرف النون ما هو بده يكون إحدى حركات تنوين فتح، تنوين ضم، وتنوين كسر، وتنوين كسر. طيب بدي منكم يا رابع اللي هي واجب، هو واجب على الدفتر، أدخل تنوين الفتح على الكلمات الآتية. بدي تدخل تنوين الفتح، صوت تنوين الفتح، بدي بحر طريقة كرة تن، بدي تدخلي تنوين الفتح على الكلمات الآتية. ويعطيكم ألف عافية.